فيكم من جديد مشاهدينا، وابدا الحوار مع ضيفي الاستاذ حسن علي. اهلا وسهلا فيك استاذ حسن. خلينا نبدا من مصر قبل ما نغوص بوحولنا الداخليه. هونيك مش احسن الوضع؟ اكيد مش احسن، بس خلينا نبدا من مصر، لانه اليوم بدا الجيش تنفيذ ما كان قد حذر منه، مش بس حذر يعني عطى الكثير من الإشارات للإخوان المسلمين بأنه سيفض هذه الاعتصامات. اليوم بدأت صباحا هذه العملية، أكثر شيء تركزت يعني يحكى أنه تمت السيطرة عسكريا خلينا نقول على ميدان النهضة وفي اتجاه إلى ربيع العدوية أيضا، بس بلشنا عم نحكي من فوق 100 قتيل بهذه المواجهات يلي عم تصير والكثير من الجرحى، عدا عن انه الاخوان المسلمين طلبوا لواء الدعم الشعبي يعني انه ينزل، بركي بيكون في محاوله للحد من يعني هذه الخسائر او هذه العمليات. خلينا نقول بركي بيعملوا رادع بشري بهذا الاطار. شو رايك علما انه كان معروف لوين في اتجاه في مصر؟ صحيح. لا اللي صار بمصر انه بعد ما وصلوا الإخوان على السلطة أظهروا أمرين. الأول هو شبق مخيف للسلطة، هيك كأنه حدا عنده شيء عم بفتش عليه، فعلا صار له 80 سنة ولقى ومتمسك فيه وما بقى رح يتخلى عنه. الأمر الآخر هو أنه الإخوان تصرفوا وكأنه نسبة الـ 26% من الناخبين المصريين يلي صوتوا للرئيس محمد مرسي هن عم يعطون تفويض شعبي كامل يكاد يصل الى 99.99%، تصرفوا كانهم اخذوا 99.99% من اصوات المصريين، علما انه 26% اللي حصلوا عليهم من الاصوات هن مش كلهم اخوان، هن اخوان وكل من يعادي الفلول، اللي كل من نزل صوت وهو يعادي النظام السابق ضد احمد شفيق، ضد حسني مبارك واحمد شفيق، نزل صوت للاخوان. الإخوان ما تصرفوا بصفتهم، تصرفوا على طريقة بتشبه 14 أدار بلبنان، ما تصرفوا بصفتهم أخذوا تفويض للوقوف في وجه الفلول والوقوف في وجه حسني مبارك، لا، اعتبروا أنه أخذوا تفويض لهن يحكموا. الانقسام بالشارع المصري غريب كيف وصل لهيدي الحدة بهالفترة القليلة. حاليا الاخوان حسب ما عم ينسمع من بعض مسؤولينهم ومن بعض قادتهم انه ما رح يتخلوا عن بكل بسهوله عن اللي هذا حصلوا عليه. هيدا معناتها دم. صحيح. والطرف الاخر بمصر يعني اللي هو الجيش كمان عم يتصرف ببعض المحلات، بتشوفي كمان عنده عقل استئصالي وعقل اقصائي. عم بحكي عن الجيش وبعض وجزء من داعميه المدنيين. يعني في هون طرفين ما حدا فيهم عم يتراجع. شفنا الوساطة الأوروبية والقطرية والأمريكية، يعني هيك أخرجوا القطريين من بين الأموات وجابون على مصر يرجعوا يفوتوا بوساطة. طرفين متمسكين بكل واحد بموقفه. انقسام عمودي بيشبه الانقسام بلبنان بين 2006 و2008 مثل ما هو هلا. للأسف هيدا الشيء عم يترجم بالدم، ما بشي تاني إلا بالدم. يعني لوين رايح الأمور اليوم بمصر؟ الإخوان يعني لن يتراجعوا، الجيش لن يتراجع. مش رح يتراجع. صحيح. الإخوان لن يتراجعوا، الجيش أكيد مش رح يتراجع. يعني إحنا حرب أهلية. مش ضروري حرب أهلية، يمكن الحرب الأهلية ما تكون بعد ما تكون كل أسبابها حاضرة بمصر، كل أسبابها اللوجستية، ولكن لا شك إنه الوضع الحالي بمصر يؤسس لحرب أهلية، ما فينا نقول لا شك، يعني مؤشرات بتدل انه شيء ملموس يؤسس الى حرب أهلية. الجيش في وراء صمت دولي ضد، يعني صمت دولي تجاه ما يتعرض له الإخوان، وصمت عربي بالاخر. السعودية قررت، السعودية ودول الخليج اخذت قرار ما عدا قطر في تمرد قطري، ما يعني في عطاء ضوء اخضر الا لذبح الإخوان يعني للأسف. اللي عم اقول يعني هي الخلاصه انه الطرفين يحملان، كل واحد منهم يحمل عقل اقصائي واستئصالي وما بده يتراجع.
بس اليوم يجي جيش بيقول لك انه بعد خوض الكثير من المحاولات لثني الاخوان المسلمين عن اللي عم بيقوموا فيه، حتى تمت دعوتهم الى المشاركه بالحكم، يعني المشاركه ووجود يكون في لهم وجود وما الى ذلك. يعني اليوم كمان الطرف الاخر، طرف الاخوان المسلمين، يتحمل كثير مسؤوليه يلي عم بيصير. اكيد اكيد يتحمل جزء كبير من المسؤوليه اللي عم بتصير. ما عم اقول انه في طرف مظلوم وطرف ظالم، الطرفين كل واحد منهم يبغي على الآخر، يعني ما حدا منهم. بس دائما لعبة الدم بتغلب طرف على طرف. يعني اليوم هل سنشهد عملية انقلاب أو تعاطف مع الدماء التي تسيل في النهضة أو في ربيع العدوية؟ ممكن تشقلب المشهد العام؟ يعني اللي شفناها اللي شفنا يوم، يعني بعد ما طلب السيسي تفويض، ما سماه التفويض من الشعب المصري، اللي شفناه منظر ما بيطمن. يعني واللي عم نشوفه بالإعلام المصري بمعظم وسائل الإعلام المعادية للإخوان اللي هي كتار بمصر، يعني في عم بيصير في خلط بين الجماعات التي تسمى إرهابية بسيناء والإخوان الموجودين بالميدان. إضافة لهذا الأمر أنه الإخوان قد يكونوا أعطوا لجزء من الرأي العام المصري ولجزء من الرأي العام العالمي والعربي صورة تظهر أنه هن اللي بلشوا بلعبة الدم. يعني المشاهد اللي شفناها، الشباب اللي عم ينكبوا عن سطح البناية والناس اللي عم ينقتلوا بالشارع، أقول قد يكون خسروا الصورة، يمكن ما هن يكونوا بلشوا. هلأ بمصر ما حدا عنده معطيات يجي يقول أنا أعلم. هلأ بمصر من قال لا أعلم بهو التفاصيل الصغيرة فقد أفتى. ما في، يعني في كمية إشاعات مخيفة، في كمية كذب مخيفة. عم نحضر التلفزيونات المصرية وبتابع شوي الصحافة المصرية، في كمية شائعات وكذب وافتراءات مخيفة. ما عم أقول إنه كلهم عم بيكذبوا، ما هي قصدي أبدا، بس ما فينا نعرف فعلا مين بلش بلعبة الدم. في جزء كبير من الرأي العام المصري واضح إنه يحمل الإخوان مسؤولية الدم. صحيح في جزء أكيد رح يتعاطف مع، يعني كمان بين هلالين الاخوان في تاريخ مش كثير بيساعدهم. صحيح، والصوره خسروا الصوره، صورتهم بالحكم كانت سيئه وصورتهم ببدايه هذه الاحداث كانت سيئه، رغم انه هن كانوا بلحظه من اللحظات، اذا بدنا نحكي بهيك من منطلق ديمقراطي، يعني ما بعرف لازم نتمسك فيه، بس انه من منطلق ديمقراطي كانوا مظلومين هن بالاخر. هن اللي ربحوا بالانتخابات واخرجوا من الحكم. خلينا نوقف على الضفة ننطر تما نفتي شو رح يصير في مصر في المرحلة المقبلة. خلينا نشوف شو اليوم على القليلة شو بده يسطر على الأرض، وشو كيف رح يخلص هيدا النهار يلي على أساسه رح يتأسس إلى مرحلة مقبلة، أو بتكمل أو بيصير في نوع من التسويات والاتفاقات المعينة. الجو المصري خلينا نتابعه نحن وياك والمشاهدين مع زميل منى عشماوي مباشرة من القاهرة. صباح الخير منى. صباح الخير سمر. نعم تفضلي منى، دعينا في اجواء مصر منذ الصباح. يعني بدات عمليه فك الاعتصامات او محاوله الجيش المصري فك الاعتصامات في النهضه وفي ربيعه العدويه، يحكى عن اكثر من 100 قتيل ومئات الجرحى في هذه المحاوله. تفضلي. نعم سمر، احب في البدايه ان يعني اذكر بما قاله ضيفك العزيز بان يعني ان الاعلام المصري يربط ما بين ما يحدث في سيناء وما يحدث او ما ارتباط وثيق بينهم وبين جماعات الاخوان المسلمين او جماعه الاخوان المسلمين. احب ان اقول بانه منذ ايام، وهذا يعني شهير ذكرته كل وكالات الانباء العالميه، بان القيادي في جماعه الاخوان المسلمين محمد البلتاجي قال بان بمجرد عوده محمد مرسي الى كرسي الرئاسه سينتهي كل يعني كل اشكال العنف والارهاب في سيناء. هذا نعم. في جماعه الاخوان المسلمين يؤكد بشكل كبير جدا ان هناك ارتباط وثيق بين ما يحدث في سيناء وان الجماعات الارهابيه والتكفيريه والسلفيه في سيناء
على علاقة وعلى ارتباط وثيق جدا بجماعة الإخوان المسلمين. نعم. هذا السكوت الغريب الذي كان في عهد محمد مرسي الرئيس المعزول عن ما حدث ل 16 جندي وضابط مصري شهيد في رمضان، يعني في رمضان في هذا الشهر فضيل رمضان الماضي 16 جندي تم قتلهم بدم بارد ولم يعرف المصريين من قتلوهم طوال حكم محمد مرسي، 7 ضباط تم اختطافهم ولم يعرف المصريين من خطفوهم طوال حكم محمد مرسي، وهو يعني والآن نسمع بأن يعني هناك خلط في الإعلام المصري ما بين جماعة الإخوان المسلمين وما بين ما يحدث في سيناء، ليس هناك أي خلط، هناك ارتباط وثيق. هذه جماعات ما يعني لها علاقات وثيقة وموطدة في التاريخ، من قام بحادثة منشية، حادثة المنشية بالإسكندرية ضد جمال عبد الناصر، تاريخ الإخوان تاريخ ملوث بالدماء، والآن يتكشفون على حقيقتهم. الآن ثمر يعني سأعود إلى الأحداث. نعم، يتم اقتحام ميدان رابعة العدوية، اشتباكات عنيفة، هناك تظاهرات حاشدة تأتي إلى ميدان رابعة من قبل جماعات الإخوان المسلمين، ولكن يتم التصدي لها حتى لا تنضم إلى ميدان رابعة العدوية. هناك أيضا يعني كما يعني تقول وكالات الأنباء بأن هناك تظاهرات أيضا في يعني ميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية أيضا تخص جماعات الإخوان المسلمين. علمت منذ قليل بأن هناك إطلاق نار لعدد من الشوارع المصرية في عدد من يعني الأماكن الرئيسية بالقاهرة والجيزة، سواء في المهندسين في الهرم في المعادي هناك إطلاق نار. جماعة الإخوان المسلمين لن تنسحب بسهولة، تريد المزيد. نعم. من الدماء. منى ماذا يعني يتوقع من يراقب على يعني عن كثب هذا الأمر؟ المحللين المصريين السياسيين المصريين ماذا يتوقعون؟ يعني سأقول يعني هناك خوف بصريح العبارة منى، هناك خوف من أن تتحول هذه القضية إلى حرب أهلية في مصر، وهلأ بعدك عم تقولي أنه هناك سماع إطلاق نار في كثير من الأحياء أو المناطق في مصر يعني أو في القاهرة، يعني هذا يترك الكثير من علامات الاستفهام. لا نستطيع أن ننكر ثمر بأن هناك انقسام واضح في الشارع المصري منذ 30 يونيو، منذ أن انقسمت مصر إلى ميادين مع المعزول محمد مرسي وميادين ضده. هذا الانقسام الواضح بالطبع لن يزول ولن يمر مرور الكرام، بالطبع سيأخذ الكثير من الأشكال، ولكن يعني ما أؤكده اليوم بأن يعني خاصة عندما يخرج الإخوان المسلمون في تظاهرات تتصدى لهم يعني ويتصدى لهم سكان المنطقة، لا يتصدى لهم يعني ضباط الداخلية أو ضباط القوات العسكرية، يعني كما حدث بالأمس بالفعل تتصدى لهم يعني سكان منطقة عابدين خرجوا يتصدوا للإخوان المسلمين، سكان منطقة الهرم وفيصل والمعادي، والآن سكان منطقة المهندسين يخرجون للتصدي للإخوان المسلمين. نستطيع أن نقول بأن هناك فعل انقسام واضح في الشارع المصري، ولكن هذا الانقسام ثمر يعني جاء بعد أن أعطي الإخوان المسلمين فرصة كاملة لمدة عام حتى يثبتوا جدارتهم، فوجدنا بأن تم أخوانة مؤسسات الدولة وتم أخوانة الوزارات وتم أخوانة كل القرارات، كأنهم انقضوا على الحكم انقضاء ولا يعلمون بأنهم جاءوا بعد ثورة رائعة شهد لها العالم كله. نعم. لم يستغلوا الفرصة رغم أنهم كانوا أكثر فصيل سياسي منظم له أجندة خاصة وله أهداف وكان يعمل بشكل منظم للغاية، ولكن على الأرض الواقع نعم. يعني كانت المصالح غلبت، مصالحهم الإخوانية غلبت على مصالح البلاد. الآن ثمر يعني نتوقع بالطبع يعني مزيد من الضحايا، لا نستطيع أن ننكر ذلك، ولكن يعني تم فض اعتصام ربع نهضة مصر بالكامل، تم يعني خروج المئات من الأسلحة والذخيرة الحية والخرطوش ويعني المولوتوف والأسلحة البيضاء، كانت هناك ترسانة بالكامل في نعم. ميدان. إذن منى الآن التركيز على ربع العدوية. نعم سنكون شكرا لك يا زميلة منى عشماوي، سنكون معك في رسائل لاحقة تضعين من خلالها في الأجواء في القاهرة. تابع معك أستاذ حسن حتى نختم الموضوع المصري.
ممكن نوصل للشيء اللي كان كل يعني كان في سيناريو كبير هيك مرسوم انه الاقباط بيعملوا بتتقسم مصر، يعني الاقباط بيعملوا دوله قبطيه لهم، وخاصه وصل الكلام عن تسليح اقباط مصر. ما بعرف قديش دقت هذه المعلومه يعني بهيدا الاطار، وبصير التقسيم يلي بده يصير. سيناء بتروح الى مكانها، و بصير هذه العملية الفرز بين الجهاديين يعني. والإسرائيليين شو بعرفني؟ ما مش عارفين نقول لمين بدها تروح يعني، أو بتكون وحدة حال. موضوع التسليح الأقباط الآخر، في مناطق بمصر واضح إنه يعني طبيعتها، طبيعة العلاقات الاجتماعية بين أهلها طبيعة عشائرية وقبلية، في الناس مع سلاح، واللي عم بيصير بسيناء اكبر دليل، واللي بيصير بالصعيد دائما كمان نفس الشيء. بس انه هلا في، ما بعرف اذا في مصلحه حتى ينقال انه مصلحه لمصر انه ينقال انه في تسلح قبطي، في جو تسليح بكل المنطقه انطلاقا من دوله اسمها ليبيا حاليا تحكمها ميليشيات ما يسمى بالثوار، اللي لأسقطوا القذافي بالتعاون بدعم الناتو. هيدا عم تصدر سلاح على كل المنطقة، على سوريا، على لبنان، على سيناء، على مصر، على غزة، على كل المنطقة. طبعا في سكة السلاح التقليدية من السودان يلي ما بتوقف، إن كان الجزء منها اللي بيروح على غزة والجزء اللي بيروح على السوق السوداء. فلعبة الدم بمصر يعني رايحة على محل أسوأ من اللي نحن وصلنا له حسب ما مبين لهلأ. الطرفين بعدهم لحد هلأ حسب ما عم نسمع منهم، يعني حسب ما سمعنا من الناس من الإخوان والناس من جماعة النظام العسكري، بيقولوا أنه هني خايفين من النموذج السوري. هلأ هذه الكلمة بتطمن بمحل تاني مرعبة، أنه هني خايفين يروحوا على النموذج السوري، يعني هني شايفين أنه في اساس لهذا الحكي، يعني في اساس لهذا الخوف. ناحيه ثانيه انه في شويه حرص بعد عندهم من انه يروح الوضع بمصر للاسوء. حتى الان الاخوان بعد عندهم هذا النزوع الى العوده الى السلطه، بدهم يرجعوا للسلطه ومتمسكين بتحصيل اكبر قدر ممكن من الارباح او بالحد من الخسائر. وهذا الشيء عم يترجم بالعنف، بما انه هن عندهم هذا القرار، بما انه الطرف الاخر ما ناوي يتراجع وناوي يستأصل الاخوان، رايحين على تقسيم بمصر. هلا تخيل الـ يعني ما بعرف اذا نسميها الاشكاليه، هي مش اشكاليه، انه المساله القبطيه بمصر حاليا خفتت شوي، بما انه كان الخوف بالسابق من بالسنتين اللي مرقوا من وصول الاسلاميين للسلطه. هلا الاسلاميين بطلوا بالسلطه، صحيح بعده حزب النور السلفي بامر سعودي ماشي مع النظام العسكري، ولكن مفترض تكون مخاوف الاقباط خفت. هلا ما بعرف، يمكن انا اشوف اذا هن مقتنعين يبطلوا يخافوا، بس انه حسب الظاهر ما بد اسباب الخوف خفت. نعم، خلينا نقوم بجوله سريعه مع زميلي كلارا جحا على بعض المقالات يلي وردت في الصحف اليوم، نعود بعدها وننتقل الى الوضع الداخلي من قصه جديد المخطوفين التركيين ومخطوفي اعزاز، مع وصول نائب رئيس الاستخبارات التركيه على راس وفد عسكري، علما انه يبدو انه من 48 ساعه كانت مخابرات تركيه بلشت شغلها على الارض، وسلسله أمور سياسية في الداخل. صباح الخير كلارا. صباح النور لك ولضيفك سمر. شكرا. نبدأ مشاهدينا من السفير، واخترنا لكم في هذا اليوم وهو ذكرى آخر حرب تموز بعد 7 سنوات، كتب حلمي موسى 7 سنوات وحكايات حرب تموز لا تنتهي، بعض من مقتطفات ما قال حلمي موسى: خلافا لكل الحروب السابقة التي خاضتها إسرائيل، فتحت حرب لبنان الثانية الباب أمام تغيير قواعد اللعبة وقوانين الحرب في المنطقة، بل وتغيير استراتيجياتها. فللمرة الأولى وبرغم الفارق الشديد في القوة النارية بين إسرائيل وحزب الله، عجزت إسرائيل عن حسم المعركة أولا وعن تحديد نهايتها ثانيا، ولكن لا أقل من ذلك أنها قلبت
نظرية الأمن الإسرائيلية رأسا على عقب. أيضا اخترنا من السفير ما كتبه غسان ريفي تحت عنوان الشعار لم يحسم قرار العودة والحريري ينزعج. يقول ريفي: نقلت صحيفة السفير وريفي عن مطلعين على أجواء تيار المستقبل إشارتهم إلى أن رئيس التيار سعد الحريري لم يعد مقتنعا بضرورة وجود مفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار خارج لبنان. وأكدت المصادر أن الحريري قام بأكثر من محاولة لإقناعه بضرورة ترك فندق جورج الخامس الفاخر في باريس حيث الكلفة المالية الباهظة، والعودة إلى منزله في طرابلس بما يمكنه من خدمة التوجهات الحريرية أكثر ويخوض معركة إفتاء الجمهورية عن قرب مع الرئيس فؤاد السنيورة. وتضيف المصادر لريفي أن الحريري أوفد أكثر من مسؤول أمني إلى الشعار ممن كانوا على اطلاع على التهديدات التي تلقاها لإبلاغه بأن لا حاجة له للبقاء في باريس، وكان الشعار يبدي استعدادا للعودة ويضرب موعدا لذلك ثم يتراجع عنه. وقد وصلت أصداء انزعاج الحريري إلى دبي حيث حاول الشعار بحسب المعلومات المتوفرة الاتصال بزعيم المستقبل للاستفسار منه شخصيا عن موقفه، لكنه لم يتمكن من التواصل معه ولم يحصل على جواب شاف ليفهم مفتي طرابلس بأن ثمة عين حمراء من سعد الحريري تجاهه. ننتقل إلى الأخبار، واخترنا من الأخبار معلومات ذكرتها أن الساعات الأخيرة شهدت تغيرا في اتجاهات الرياح إلى حد اقتناع أكثر من طرف بأن الحكومة ستؤلف وستكون بحسب وصف مرجع رسمي حكومة إدارة الخلافات. وذكرت أوساط مطلعة أن فكرة تشكيل حكومة بين الفترة الممتدة من منتصف الشهر الجاري والنصف الأول من أيلول بدأت تتبلور أكثر فأكثر، وأنها لن تكون حكومة أمر واقع، أي بمعنى فرضها على القوى السياسية، بل ستكون حكومة محايدة شكلا وبرضا علني ومبطن من القوى الأساسية، لأنها لن تكون حكومة استفزازية وستكون مهمتها محصورة من دون رفع سقف التوقعات في شأن دورها. أيضا في الأخبار اخترنا مقال لناصر شرارة تحت عنوان رسالة لجملاط القصير أكبر من علي والشوف، وهذا ما جاء أيضا في الصفحة الأولى في الأخبار. يقول ناصر شرارة: خلال الساعات الماضية مثلت سيرة كوارث بندر في الذاكرة اللبنانية مع تحذير من اتباعها. جرى ذلك في اتصالات عاجلة أجرها أقطاب وازنون في فريق 8 أدار مع شخصيات لبنانية يعول بندر على توريطها في القفز بمهمة رئيس الحكومة المكلف تمام سلام نحو خطوة ناقصة بتأليف حكومة أمر واقع. ولم يعد خافيا أن إعلان حكومة أمر واقع يحتاج إلى نوعين من التوقعات عليها تصبح قائمة وفعلية. الأول دستوري يتعلق برئيس الجمهورية ميشيل سليمان، والثاني سياسي في عهدة النائب وليد جملاط. يضيف في أوساط 8 آذار انطباع بأن سليمان قد يفعلها، أما التوقعات بالنسبة إلى جملاط فيشوبها التباس مع ميل إلى أنه سوف يتعقل. وفي الساعات الماضية وصلت إلى الأخير نصائح تحمل معنى الرسائل تطلب منه محاذرة التورط في أجندة بندر بغض النظر عن إغراءاتها الآنية. وترتكز النصائح إلى أن معادلة الصراع الراهنة لن تكون قابلة للتجزئة، فالمقاييس يجب أن تكون واضحة عند اتخاذ القرارات الكبرى، إذ أن القصير أكبر من كل من الشوف وعلي مجتمعتين، ومسالكها السياسية أكثر خطورة ووعورة. ورغم ما تتضمنه الرسائل من نصيحة جدية للمعنيين من عواقب السير في حكومة أمر الواقع على البلد، إلا أن ما تسرب ليلة أول من أمس عن السفيرة الأمريكية مورا كونيلي خلال لقائها بعض أصدقائها اللبنانيين يوحي بأن قرار تأليف الحكومة اتخذ، وبأن موعد خروج الدخان الأبيض من قصر بيت الدين بات قريبا جدا. ننتقل إلى الديار التي تحدثت عن معلومات غير مؤكدة أن بوارج بحرية حربية وعسكرية تابعة لتركيا أبحرت من تركيا باتجاه شواطئ لبنان، وهي ستأخذ مواقع لها قبالة المياه الإقليمية اللبنانية، لتقول للسلطات اللبنانية إنها لن تسكت عن خطف الطيارين، وأنه إذا خضعت الدولة اللبنانية للضغوطات وأفرجت عن محمد صالح المتهم بأنه أجرى اتصال مع خاطفي الطيارين، فإن تركيا ستلجأ إلى تدابير انتقامية منها الحصار البحري ومنع السفن من المجيء إلى مرفأ بيروت، كذلك إغلاق الأجواء التركية كلها في وجه الطيران اللبناني، وبالتالي سيكون على الطائرات أن تبحث عن مجرى آخر لأنها حاليا لا تمر فوق سوريا وتذهب إلى حدود العراق كي تأتي عن طريق الأردن وصولا إلى البحر ومنه إلى بيروت. ننتقل إلى الأيام المصرية وعن
الأيام تحديدا تحدثت عن هذا النهار وعن إخلاء سبيل والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. الدفعة الأولى تحدث حسن البطل تحت عنوان فلما أحرجه لم يخرجه، يقول سيكون اليوم 14 آب يوما مزيجا من الفرحة والغصة، الفرحة مشروعة إنسانيا ومفهومة، وأما الغصة الوطنية فهي في أن يوم أسرى مقابل شقق. قال استطلاع رأي إن نصف الفلسطينيين على الأقل ضد استئناف المفاوضات. هذه أول عملية تحرير أسرى فلسطينيين دون مقابل تحرير إسرائيليين أو جثث جنود إسرائيليين، وأول عملية تحرير وفق صيغة لئيمة أسرى مقابل شقق. ويضيف طالما وصفت عطاءات بناء بيوت في المستوطنات أو مستوطنات جديدة أو خطط الاستيطان بأنها إجراءات أحادية الجانب، وأما هذه المرة فتزعم إسرائيل أن الأمريكيين كانوا على علم مسبق مباشر والسلطة على علم غير مباشر من الأمريكيين. لذا قال كيري أن عطاءات البناء خطوة متوقعة ولكنها تبقى ضمن مستوطنات غير شرعية، أي أمسك العصا من وسطها، تعزيز نتنياهو في حكومته وتعزيز أبو مازن لدى شعبه. أيضا بالنسبة لهذا الموضوع اخترنا لكم صحيفة معرف التي اعتبر فيها إيلي بيردنشتاين أن توزيع المفرج عنهم بين 14 إلى قطاع غزة و12 إلى الضفة الغربية هو رغبة إسرائيل في تعزيز مكانة الرئيس محمود عباس. هكذا يقول موظف كبير في القدس. ويضيف بيردنشتاين أن المعيارين الأساسيين للتحرير كانا مستوى خطرهم بحسب تقدير المخابرات، وكذا رغبة وكذلك رغبة إسرائيل في تعزيز المكانة السياسية لعباس. وفي حين سيفرج عن الأسرى القدامى والأكبر سنا والمرضى في الدفعة الأولى، فأن الأسرى المصنفين بأنهم أكثر خطرا سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الرابعة وليس الآن. أخيرا نبقى مع صحيفة يدعوت أحرونوت والتي كتب فيها أليكس فيشمان إن الإفراج عن قائمة السجناء الفلسطينيين عمل غير أخلاقي بحسب طبعا أليكس فيشمان الصحفي العبري الإسرائيلي، ولو يحسن الثقة ولا يحسن الثقة بين الطرفين ولا يدفع بالمسيرة السياسية قدما، يعتبره عمل هزيل يرمي إلى إحراز شيء واحد وهو كسب الوقت من الإدارة الأمريكية أو للإدارة الأمريكية، وقد يكون جزءا من مسار سياسي إقليمي أكبر، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت كي لا يلقى أو يلقي الأمريكيون على إسرائيل تهمة إفشال مبادرة كيري في المرحلة الحالية. سمر، هذا كان كل شيء في جولتنا على الصحف، عودة إليك. شكرا لك كلارا على هذه الجولة. بتابع معك أستاذ حسن، يعني جولة فيها من كل شيء ورح نقشن أو بعض منهم خلال الحديث. خلينا نبدا من المخطوفين، مخطوفي اعزاز والمخطوفين التركيين يلي لهم فتره كذا يوم عم يخطب البلد وغطوا على مواضيع اخرى ما كثير اخذت حقها بالنقاش، مثل مثلا موضوع اللبونه يلي ما اخذ حقه الا على صفحات جريدتكم بالنقاش. هلا كمان رح نحكي فيه بشكل يمكن السيد يحكي اليوم بشكل مفصل صحيح مع زميل غسان بن جدو على الميادين، ولكن خلينا نبدا من موضوع مخطوفين، مخطوفين تركيين ومخطوفي اعزاز. شو الجديد بهالملف اللي لم يعلن بعد؟ ومثل ما قلنا بالليل وصل نائب رئيس الاستخبارات التركي عبد الرحمن بلجك الى لبنان ومعه وفد عسكري، ويقال انه في وفد مخابراتي استخباراتي تركي له 48 ساعه موجود على الاراضي اللبنانيه وعم يعمل تحريات وابحاث يعمل اتصالاته. تفضل. ما عم يحققوا يعني الاتراك ما عندهم قدره يحققوا، عندهم قدره على حصول على معلومات من فرع المعلومات تحديدا، بما انه قياده فرع المعلومات بصفتها الذراع الامنيه لتيار المستقبل قررت تتعاون هلا مع الأتراك بهذا الملف، رغم أنه الأتراك خزلوا للعقيد عماد عثمان وقبلها خزلوا اللواء الشفريفي لما راحوا على تركيا قبل ما يطلع أكيد اللواء الشفريفي من قبل ما يطلع على التقاعد، يوم راحوا لحتى يجيبوا أنه حاولوا يطرحوا على الأتراك أنه يعطون المخطوفين اللبنانيين، وأكيد الأتراك ضحكوا يعني ومثل ما كذبوا على غيرهم، مثل ما كذبوا على كل اللبنانيين من سنة وكم شهر لهلا، مثل ما كذبوا على كل الوسطاء. أردوغان شخصيا شارك بحفلة الكذب على بهذا الموضوع في مرة من المرات لما شاف اللواء عباس إبراهيم قال له لحقان فيدان لمدير المخابرات التركي أنه خلال أسبوعين
التعطيل بتجيبهم للمخطوفين. هذا رئيس وزراء تركيا يلي هي وحدة من أكبر الدول بالمنطقة ووحدة من أهم الدول بالمنطقة، بيحكي كلمة وما بيلتزم فيها. فينا نكون جد صريحين ونحكي كل اللي عنا بهذا الملف، ليش وصل هالملف لهون؟ بيتحملوا مسؤولية الأتراك القطريين السعوديين. هلأ بتقولي لي في دور هامشي للرئيس سعد الحريري، أكيد هو شارك بالعملية، حاول الفترة أنه يجيبهم يعني بعدين ضمن الدور السعودي طبعاً، وما فينا نحكي عنه كحيثية مستقلة بهذا الملف، هو بغيره من الآخر. هو جزء من الدور السعودي وما كان بلبنان وبقضية المخطوفين. طيب شو الهدف من الاستمرار باختطافهم؟ لما يعني طلع كلام يقول انه في كثير صار معلومات بيد الاتراك انه ما لهم علاقه مباشره بموضوع حزب الله ولا مين موضوع هن المخطوفين يعني؟ ولا هنين لا كوادر ولا اعضاء منتسبين، يعني هن من بيئه هي حاضنه لهذه المقاومه، بس انه منهم كوادر مثل ما كانوا عم بيجربوا يظهروا. طب هذا الموضوع صار واضح والخاطفين بيعرفوا، ما هذا عم نقوله، هذا الموضوع صار واضح جدا، قديش قريب من الحزب وقديش بعيد. حتى الخاطفين بيعرفوا هذا الشيء. الأتراك منهم خاطفين هؤلاء الزوار اللبنانيين تسعى لأنهم أعضاء بحزب الله، لا، الأتراك خاطفينهم، الدولة التركية خاطفتهم، مستمرة بخطفهم، لأنه هيدي ورقة بيعتبروها ورقة مساومة مع حزب الله وبدهم ثمن سياسي لها. حكينا بهذا الموضوع حتى عندكم من طلع أشهر. بيانات طلع بيانات وطلبوا فيها شو بدهم، ساعة بدهم اعتذار، ساعة ما بعرف شو بدهم، أمور أخرى. وآخر شيء طلعت قصة المعتقلات في السجون السورية، وطلع مع الوزير مروان شربل باتصال معي ببرنامج الحدث وقال كلام بينقال لأول مرة أنه أمنوا لهم، يعني أخذوا أوكي من الدولة السورية وأمنوا لهم عملية وأخر يعني طلعوا أصلا عدد من المعتقلات. أطلقت حوالي 23 سيدي كانوا موقوفة، وكان على اساس الاتراك واعدين انهم يظهروا منهم على الاقل اثنين قبل نهايه شهر رمضان، ولكن الاتراك بهذا الملف الحكومه التركيه تكذب، بدها ثمن سياسي من حزب الله، ما بدها شيء ثاني. شو فيك تقول لي شو؟ هلا انا عم اسمع ثمن سياسي شو؟ موضوع الملف بالملف السوري يعني. انه بدهم ياخذوا مقابيلة بداخل السوري شيء. شو؟ مثل شو؟ اما معتقلين، اما على الاقل تعهد سياسي بعدم التدخل في مكان يعني؟ ما معتقلين عند النظام السوري، اما تعهد سياسي بعدم التدخل بمكان ما في سوريا، مكان بيعتبروه الاتراك بحلب بالتحديد. مثلا حلب او غير حلب. بدهم ثمن سياسي لهذا الموضوع، مش ما بدهم يفلتوا الموقوفين هيك لوجه الله او كرمال يعني للافراج عن 123 او 100. طيب ما دام هالقد واضح الموضوع، ما دام هالقد واضح الموضوع، مين المعني مباشره بالتعامل معه؟ يعني اليوم عمليه اليوم عمليه خطف مضاد برايك هي عمليه ناجعه بهذا الملف؟ يعني اذا بدهم ثمن سياسي، الخطف المضاد ممكن يشكل عمليه ضغط مثل قبل مره اليوم؟ قبل مره نحن ننسى انه اطلق اثنين من المخطوفين اللبنانيين بعزاز. هو اثنين اللي اطلقوا بعزاز مش لانه في واحد منهم قريب من الحاج فادي يونس، يعني والحاج فادي يونس صاحبه هو سعد الحريري، لا مش هودي اطلقوا لان ولا بسبب كرم اخلاقهم للخاطفين، يعني مجموعه ارهابيه ما عندهم مشكله بذبح اطفال، اكيد ما حتكون عندهم اخلاق لحتى يفرجوا عن مخطوفين لبنانيين، لا تم اطلاق سراح هود اثنين لانه بلبنان بيت المقداد خطفوا واحد تركي، وفي عائله ثانيه خطفوا واحد تركي كمان، لانه في اثنين مخطوفين اتراك توقفوا بلبنان، هود اثنين مقابلهم اخذنا اثنين مخطوفين لبنانيين. بس يعني وهلا اليوم عم تصير نفس العمليه. اذا فرع المعلومات طيب ما كمل شغله وما عرف وين المخطوفين المخطوفين التركيين، تركيا ستدفع ثمن، وهذا الثمن اللي بدها تدفعه هو اكيد ما حدا طالب ثمن سياسي من تركيا. قلت شيء هلا اذا فرع المعلومات ما كمل شغله، صحيح شو يعني؟ لانه فرع المعلومات تلميح، بقول بكل صراحه يعني فرع المعلومات اذا كمل بهذا الملف وقدر يوقف كل العالم رح يقدر؟ حتى إذا وصل للمعلومات اللي لازم يوصل لها، سيسمح لفرع المعلومات؟ لا ما هي مش سماح، هي قدرة عملية كمان.
هل فرع المعلومات رح ياخذ قرار يكمل؟ هذه واحد. حتى لو اخذ قرار يكمل رح يقدر يوصلهم، خصوصا اذا حطوا بمنطقه ما بيقدر يفوت عليها فرع هول المعلومات. هول عم تلمحي للضاحيه يعني. ضاحيه او غير الضاحيه، مش ضروري يكون بقلب الضاحيه يعني، انه بجنوب احسن يعني. اه وين ما كان هلا ليش بيقدر فرع المعلومات بيقدر يفوت على عرسال مثلا، او بيقدر يفوت على التبانه. الخلاصه اللي كنت عم اقوله انه اذا فرع المعلومات ما كمل بهذا الملف وما افرج عن المخطوفين التركيين، تركيا ستدفع ثمن، وما حدا يعني الخاطفين مش طالبين ثمن سياسي من تركيا، ما حدا عم بيقول له لاردوغان وقف دعم جيش المهاجرين والانصار اللي هاجم عم بيقتل العالم بريف اللاذقيه كان، او اللي هلا محاصر نبل والزهره بريف حلب، لا ما حدا عم بيقول له هيك، اللي عم بيقولوا له اياه لاردوغان نحن بدنا اهلنا او بدنا اهل المخطوفين، بما انه لحد هلا ما في تبني رسمي للعمليه من اهالي المخطوفين. هيدي عم بتصير على يعني وكانه كاد المريب، لانه كلنا عم ننكت بالموضوع. لا لانه كلنا عم ننكت بالموضوع، لا لانه بالنهايه انه اليوم لما بنشوف هيدي المناشدات انه مين خطفهم، خصوصا لما بيطلع وزير داخليه بيقول لك انه عمليه الخطف تمت بطريقه جد محترفه. يعني مش عملية انه انا وياك رحنا وقفنا على طريق المطار وحطينا فرد براس واحد واخذناه، انه احتراف كبير بالخطف، احتراف بالتخبية، احتراف بالتظاهر بعدم العلم بأي شيء، وخصوصا اليوم لما بيتم كمان توقيف محمد صالح يلي هو عمليا متهم بانه هو ما له علاقه ومشبك ما له علاقه، لا مخطط ولا مشبك ولا مشارك بالعمليه. هلا فرع المعلومات والدوله اللبنانيه محرجه بعد توقيفه، يعني وقعوا حالهم بفخ فرع المعلومات، ما قادرين يفلتوه، اذا فلتوه الاتراك حيقولوا لهم انتم تركتوا مشتبه فيه بالجريمه بعمليه الخطف، وهن مضطرين يفلتوا لانه هذا الزلمه لحد هلا ما اعترف بشيء له علاقه بعمليه الخطف. ما قال المعطيات اللي موجوده بالتحقيق يعني تجيز الابقاء عليه. انه تجيز الابقاء عليه ما بعرف، هلا بلبنان في انه تجيز الكلمه القانونيه مطاطه كثير يعني. ايه طبعا. لا اللي في نقطه كان بدي اعلق عليها. تفضل. لا حسب اللي عرفته انه لا العمليه ابدا مش عمليه معقده ولا فيها حرفيه، عادي كثير عمليه بدائيه يعني. مين خطفهم؟ اذا لا الاهالي ولا حزب الله فاعل خير يعني خطفهم؟ ما بعرف اسمائهم للشباب. لا بتعرفهم ولا بتعرفهم؟ لا لحد انه ليه بدك تحرجيني بالقصه؟ ما بعرف مين. مش عم بحرج، هي سؤال او بتقول ايه؟ لا ما بعرف، ما بعرف بكل بساطه يعني شو ما بعرف مين خطف. هلا انه بتقولي لي مين بشك؟ اي انه مثل كل العالم، كل العالم بتقول انه اهالي المخطوفين هن اللي خطفوا، اذا مش هن مباشره بالتنسيق انه قرايب لهم حدا هيك عم اقول هيك بشك، بس انه معلومات لا ما عندي، ما بعرف مين. بس اللي بعرفه انه اكيد العمليه صار في مراقبه تفترض بالمطار للطيران التركي، في اي واحد يفوت على المطار ويعرف اي ساعه بتوصل الطياره التركيه كل يوم او انه مواعيدها الاسبوعيه، ويشوفهم هن وظاهرين للطاقم الطياره وين بيروحوا على اي اوتيل. منا صعبه القصه، منا عمليه معقده وكذا، وبالاخر بيصير بينزل اربع خمس مسلحين بيصفوا سياره قدام الباص وبيظهرون، وبتاخذ العمليه 35 ثانيه عمول حسب المعلومات. نعم. من يعني حتى من التحقيق مع شوفير الباص يلي كانوا فيه يلي ثاقبت من بيت زعيتر. لا فعلا حرام الزلمه مظلوم، امبارح كان ما حدا عم يسال عنه، طلعوا اتهموه باحدى الصحف انه هو مشارك وقابض. ما له علاقه الزلمه بالموضوع يعني. لا هن حطوا له حتى البارودي براسه لانه يعني السلاح براسه لانه خايفين انه يكون معه سلاح هو. يعني اللي راحوا خطفوا التركيين كانوا خايفين منه كمان. يعني مش عارفين عنه شيء عمليا. لا كانوا خايفين منه للزلمه يكون معه سلاح بقلب السياره، ف كمان يعني قد يكون هذا السبب اللي خليهم يحملوا هالقد كميه من الاسلحه. اليوم لحتى نختم هذا الموضوع، لما بنشوف اهالي المخطوفين
طبعا يعني اذا بدك ما فيك ما تتعاطف معهم بالنهايه، وان في بعض العلامات الاستفهام على بعض التعابير يلي بتطلع واحد على فوره غضب ممكن يحكي اللي بده اياه. عم تشوف اهالي المخطوفين واقفين بكل ثقه بالنفس عم بيدعوا الى خطف المزيد، عم بيهددوا بالنزول الى الشوارع، عم يعني مثل كانه عم بيعملوا عمليه انه عم بيقولوا للاتراك كله. طيب بس انه هيدا كله بيصير هيك عفوي ولا في حدا بالنهايه عم يحكوا وهن عارفين حالهم انه نحن مسنودين على حيط ورانا او على يعني ظهرنا محمي بهيدا الاطار؟ انا اللي بعرفه انت عم تلمحي على الحزب انه هن مسنودين على حزب الله. يعني اليوم كلام 14 اذار اتهام مباشر لحزب الله، وهون في مفارقه مضحكه مبكيه انه منتهم حزب الله بهذا الموضوع لانه هذه المنطقه هي تحت سيطرته امنيا. انه يا الدوله بتسيطر على كل شيء، يا انه ساعه اللي بدنا حزب الله مسيطر على هالموضوع، وساعه اللي بدنا لا حزب الله الدوله بتفوت. وما كيف يعني في مفارقه مش راكبه؟ الاولى هي بالنقطه الاولى بموضوع اهالي المخطوفين، اكيد هن حاسين انه في تعاطف على الاقل من حزب الله تجاهه. هذه اول. ولكن اذا بتسمع هن ملاحظاتهم على اداء حزب الله بهذا الملف بتفكري حالك عم تسمع يا ناس من 14 اذار عم يحكوا. يعني لانه هن معتبرين انه حزب الله مقصر بهذا الموضوع، وانه حزب الله ما وقف معهم كفايه بهذا الموضوع، وبعده لحد هلا ما تحرك كفايه بهذا الموضوع. هن مش كثير حاسين حالهم مسنودين، حاسين في تعاطف من قبل حزب الله. هذه واحد. اثنين، بالاخر هودي الجماعه بعد انتظار سنه وكم شهر، صاروا يمكن ثلاث اشهر، ما حدا عم يعطيهم اي نتيجه ايجابيه، الدوله التركيه بتكذب عليهم، الدوله اللبنانيه غايبه، قوى 14 اذار تكاد تكون شريكه بالجريمه، بجريمه خطف اللبنانيين بعزاز، من خلال صمتها، من خلال عدم الضغط على حلفائها يلي عم يدعموهم بالسلاح وبالمال وبتامين الماوى لهم. يعني الرئيس سعد الحريري بلا ما نحكي كلام كبير هلا، يعني لا بالاخر بيوصل واحد لمحل شو بده يقول؟ طب الرئيس سعد الحريري عم يدعمهم لهودي اللي بعزاز واللي بغير مناطق بسوريا، كان عم يدعمهم بالسلاح، وكان عم يدعمهم بالمصاري، وكان عم بيأمن لهم عقاب صقر حليب وبطانيات، ولا واحد فيهم تدخل بشكل جدي. يعني ما بيقدر يمون على السعوديين لحتى يفلتوا هودي المخطوفين؟ شركاء في الجريمه، عدم صدور قرار بمنع المعارضه السوريه من العمل بلبنان الى حين اطلاق المخطوفين، انا بدي اياهم يمنعوا النهائي يعملوا بلبنان، بس مفترض يطلع قرار على الاقل من 14 اذار، قرار من الدوله اللبنانيه تغطيه 14 اذار، اذا بيحترموا حالهم قوى 14 اذار بهذا الملف، بيغطوا الدوله اللبنانيه لتطلع قرار بمنع المعارضه السوريه من التحرك بلبنان. ليش بدهم يقدموا خدمه مجانيه لحزب الله؟ ما هيدي مش خدمه مجانيه لحزب الله، هم مواطنين. ليه بس ما هيدي بالسياسه، بالسياسه هي خدمه مجانيه لحزب الله. اذا كانت تركيا بدها اثمان سياسيه من الحزب هذا شيء بيناسب الفريق يلي هو خصم لحزب الله في الداخل. شو يعني؟ انه ليش انت عم بتقول اذا عندهم؟ ما هيدا ما بنهيك الواحد بيفكر بهذا هن بهذا الملف هن بهذا الملف ما بيحترموا حالهم، ما بيحترموا كونهم لبنانيين، ما بيحترموا هذا الشعب يلي معني بهودي الزوار المخطوفين بعزاز. هلا اللي عم يسمعك بيقول لك ليش عم تطلب هذا الموضوع من الرئيس سعد الحريري و14 اذار؟ انه خلي الفريق الاخر يحترم حاله ويقدم هالتنازلات المطلوبه منه ليطلع الزوار. شو بتجاوبون؟ بجاوبون انا هيك رايي بكل بساطة. هو هني هيك رأيهم رح يقولوا لك بكل بساطة. على كل حال بانتظار مساء ستقول إليه الأمور بموضوع المخطوفين، وإن شاء الله يا رب نشوفهم قريبا، هلأ بخطف مضاد مش بخطف مضاد، المهم نشوفهم قريبا موجودين بين أهليهم. وهذه قضية إنسانية ما حدا بيقدر يتجاوزها، يعني لو قد ما كانت المصالح عم تلعب لعبتها بهذا الإطار، على أمل أنه نشوفهم قريبا وتأتي المحادثات، وعلى أمل كمان هيك انخطفوا وانخطفوا هالتركيين، على أمل أنه يطلعوا لنا نتيجة بالآخر، يعني مش يكونوا خطفوا على الفاضي كمان، وبركي بتصير عملية إفراج، على أمل نشوفهم بيناتنا. خلينا ننتقل، فينا ننتقل إلى موضوع آخر؟ تفضل. بالسياسة دولة ما في
كله خارج الخدمة حاليا، يعني الدولة كلها مسافرة، ما في حدا. رئيس الجمهورية رايح بعطلة، رئيس مئاتي مدد عطلته، رئيس بري مسافر، رئيس تمام سلام رجع، فبعدها كتير يعني ما في، مش موجودين. كان في كلام عن تغير علينا شيء، هي القصة مش موجودة هون، هي قصة قرار. يعني في رئيس حكومة مستقيل، في رئيس حكومة بده يفوت على حكومة بده يؤلف حكومة مستقيلة، في رئيس جمهورية مستقيل من 5 سنين وكم شهر، الرئيس ميشيل سليمان. في دولة طبعا شو الرئيس ميشيل سليمان مستقيل من 25 أيار 2008 شو موجود وبقوة. بدك يعني علق انه فخامة الرئيس موجود، انه مستقيل. لا مش كلام، مش مقبول هيدا الكلام. بلا، مستقيل من مهامه. امبارح عم يحكي عن صلاحيات رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية لم يمارس اي صلاحية من اول ما وصل لليوم. رئيس الجمهورية كل اللي عمله انه اطلق تصريحين هلا، وقبلهم حوالي 2 أو 3، يعني كل سنة بمعدل كل سنة تصريح، بيعمل شوية جدل سياسي بالبلد، بس بالاخر هيدا رئيس جمهورية، هذا مش محلل سياسي يطلع على التلفزيون يحكي تصريحين ينرد عليه فيهم ويناقشوه فيهم. رئيس الجمهورية هو مش حكم مثل ما بيقول. رئيس الجمهورية هو حاكم. شفنا يعني اذا في لبناني حس انه رئيس الجمهورية حاكم من 2008 لليوم، هيدا بنعطيه جايزة. طيب انه طبيعي ما يحس، لانه ما حدا خليه يحكم لرئيس الجمهوريه. ما في حدا بياخذ صلاحيات من حدا، الصلاحيات هيدي مثل الحريه تنتزع. شو بعد عنده صلاحيات رئيس الجمهوريه بعد الطائفه؟ عنده كثير صلاحيات. عنده بالاول الموقع، يعني قبل الصلاحيه عنده الموقع. هي مخفيه. ست سمر، انا مواطن لبناني ما بحس انه رئيس الجمهوريه موجود. مقطع السطر، هالقد بسيطة القصة، يعني ما كثير معقدة، وبعتقد في كثير لبنانيين مثلي بيحسوا انه في رئيس جمهورية لا يمارس أي صلاحية، ما عم بيقوم بأي دور. هلا بموضوع الأتراك مثلا، موضوع المخطوفين اللبنانيين، 14 آذار وفي فريق من اللبنانيين طلع يحكي عن أهل المخطوفين انه كيف أو الخاطفي التركيين كيف بيعملوا هيك خطوة. طيب رئيس الجمهورية كيف بيقعد باب عبدة، وبيروح بيسافر وبيروح بعطل وفي 9 لبنانيين مخطوفين، شو عمل بهذا الملف؟ شو عمل رئيس الجمهورية بهذا الملف؟ طلع تصريح واحد ضد تركيا، انه تركيا نحن بدنا نوقف اذا زعل الرئيس بري مسافر. كلهم الرئيس بري والرئيس نجيب مئاتي والرئيس تمام سلام هلا والرئيس سعد الحريري، كل هيدي القوى انه شو عملوا بملف المخطوفين بعزاز؟ ما صرنا بالاخر عم نكرر نفس الحكي، وعم نحس حالنا ما عم نعمل شيء ثاني، بس انه رئيس الجمهوريه على يفرجينا انه هو رئيس جمهوريه بهذا الملف، يحسس اللبنانيين انه هو موجود، انه فعلا موجود، انه مش مستقيل. بيقدر يعمل، اكيد بيقدر يعمل كثير، بيقدر على الاقل بالبدايه يقول كلمه. تركيا هي المستفيده من لبنان مش نحن المستفيدين، تركيا هي اللي بتصدر لنا مليارات الدولارات مش نحن بنصدر لها مليارات الدولارات. شو بدها توقف، شو بدها تقطع عنا تركيا؟ يعني توقف تستورد بترول من لبنان بعد ما عندنا تركيا؟ هلا عم تهددنا تركيا بالاتصال يلي صار بين وزير الخارجيه التركي والوزير الخارجيه اللبناني. صار في نوع بينفهم اذا بدنا نفهمه من تهديد، وتركيا قادره. بشو بتصدر لنا؟ شو بدها تهددنا؟ مهبه ودب. شو بدها تصدر لنا؟ ارهابيين مثل اللي عم تصدرهم على سوريا، جماعه القاعده اللي عم بيفوتوا من كليس على عزاز، شو بيمنع؟ ما بيقدروا، ما بيتحملوا الأتراك، ما بيتحملوا. هن بحاجة لنا مش نحن بحاجة لهم. نحن إذا وقفنا تهريب التياب من تركيا بس بتوجعنا شوي هيدي، يعني بس تهريب التياب على المطار، يعني على الأقل عملية مقاطعة صغيرة، يعني بهذا المطار بالآخر في شيء بالسياسي، في موقف بالسياسي بده يطلع. مش منطق إنه يكون في خاطفين قاعدين على الباب التركي بيفوتوا على تركيا وبيظهروا ساعة اللي بدهم، وهن قاعدين بالاجتماع مع وزير الداخلية ومع اللواء عباس إبراهيم، بيقولوا الخاطفين إنه الأتراك بيمثلونا. مش عم يتعاملوا مع الأتراك كأنهم وسيط، لا، عم يتعاطوا معهم كأنهم هن البوس تبعهم، هن القائد العملية، يعني قائد مسؤول العصابة. ضابط المخابرات التركية اللي قاعد هو رئيس العصابة كان،
مش منطق انه في دوله تركيه هالقد غاصه بهذا الموضوع، وبالسابق لما انخطف اثنين اتراك قدروا يفلتوا الاتراك اثنين لبنانيين من اعزاز، مش منطق انه ما يطلع بعد موقف واحد من الدوله اللبنانيه ضد الاتراك، موقف مش اكثر. ما بدنا نقول خطوات عمليه، عم نقول موقف. هلا عم بيهددونا الاتراك، شو بدهم يهددونا؟ يلغوا الفيزا، يعني يصير بدنا فيزا اذا بنفوت على تركيا؟ ويصير انه شو ما بالاخر اللبناني بس بده يسافر عم ينزل على ابواب كل السفارات. ما مشكله تنضاف عليه وحده. يعني انه بشو بدهم يهددونا؟ هو السؤال الاساسي، بشو بدهم يهددونا الاتراك؟ بالبوارج يمكن، عم بقولوا يمكن في بوارج بعتينا على قبالة السواحل اللبنانية. سقط له النظام السوري وهو بأضعف أوقاته طيار طيارة فوق المياه الإقليمية، لأنه خرقت الأراضي السورية، الأجواء السورية، وما حدا منهم فتح تمه. يعني طلع أردوغان حكي هذا الحكي، مش عم نشبح ومش عم نحكي، بس بشو عمليا الأتراك بدهم يهددونا؟ هذا سؤال مركزي وجوهري، سؤال رئيس الجمهورية هو المعنى الأول إنه يجاوب عليه، مش إذا طلعوا لعنده أهالي المخطوفين يقول لهم روحوا شوفوا غيري. رئيس الجمهورية هو كبير القوم. هو هيك قال له؟ بعرف. شو بدك تحكي كلمة بدك تكون مسؤول عنها؟ إنه إيه في أداء لكل الدولة اللبنانية، بنرجع بنكررهم كمان، في أداء معيب. رئيس الجمهورية قال لهم لأهالي المخطوفين روحوا شوفوا غيري. إنه عم بيقولوا هيك، إني قال لهم روحوا شوفوا جماعتكم. وما طلع النفي من رئاسة الجمهورية هذا الموضوع. بهذه الحالة الأسوأ يعني إنه ما طلع نفي، انكتب هذا الشيء وما طلع نفي. بهذه الحالة بتقوليلي مش مستقيم؟ بهذه الحالة كلها اليوم، فإذا عنا نحن ناطرين حكومة ما بعرف كيف يكون شكلها، حيادية، غير بندرية. سياسية، بندرية، بلا حزب الله، حكومة أمر واقع، في شيء منه؟ يقال انه كان عم ينقال انه بعد العيد في هلا الدوله مهاجره، ما في حدا رجع الرئيس تمام سلام، وامبارح عمل اجتماع مع يعني فريق عمله بالمصيف بشكل لحاله، ما بده يشوف البقوه يعني. ايه صحيح. هذا اللي كاتبينه اليوم، انه بعد عنده شويه، بعد بحاجه لشويه وقت الرئيس تمام سلام، بس هو تشكيلته جاهزه. علما بانه ايه صحيح، بس تشكيلته ما بتمرق، يعني ما حدا بيوافق عليه، حتى النائب وليد جنبلاط ما بيوافق عليه. ليه؟ إذا بدها تكون أمر واقع، النائب وليد جنبلاط ألمح إنه يبدو في تغيير بأجواءه. صحيح، بس الرئيس النائب وليد جنبلاط بده يشارك هو بحكومة الأمر الواقع، مش ايه؟ إنه حدا كمان يفرض أمر واقع عليه. ليش تمام بيك حاطط وليد جنبلاط خارج؟ اللي كان مطروح أسماء أسماء حتى وليد، يعني أسماء درزية حتى النائب وليد جنبلاط ما بيوافق عليها. مين كان مطروح؟ عن جد نسيت. عن جد نسيت الاسماء، بس انه اللي كان مطروحين ما بيوافق عليهم النائب وليد جنبلاط، ولا حزب الله، ولا حركه امل، ولا حتى رئيس الجمهوريه، ولا ما حدا من القوى السياسيه بتوافق عليهم. كثير عم ينحكى، كثير عم ينحكى استاذ حسن بحكومه الامر الواقع. كان قبل انه لا، هيدا مجرد كلام وهيدي ما بتمرق، وهن بيعرفوا انه بياخذوا البلد على حرب اهليه، وبياخذوا على ما هو اكبر بكثير من 7 ايار، وعلى كل هذه الامور. اليوم بلشنا نحس بالسخن بحكومه الامر الواقع، يعني لوين رايحين؟ تساليني رايي الشخصي، رايك اكيد، رايك الشخصي ورايك كمتابع وصحفي. ما بتوقع حزب الله حيعمل شيء بالبلد، حتى لو فرضت حكومه امر واقع ما حيعمل شيء امني او عسكري. ليه؟ فاذا ليش هالتهويل؟ ما بينبسطوا بهذا الحكي، بدهم ليه هالتهويل؟ بدهم يتركوا الطرف الاخر خايف. هن ما عم يحكوا، هن عم بيقولوا بالسياسه بيفعلوا بالبلد. هن بالعاده بيفعلوا ما بيحكوا. ايه بس هن عم بيقولوا بالسياسه البلد بيروح على ازمه وزير، ازمه دستوريه، أزمة إنه ما حينعقد مجلس النواب، أزمة إنه في وزراء رح يقاطعوا، حتى لو مين ما كان اختلف في وزراء رح يتركوا الحكومة، يعني ما رح يروحوا يتسلموا وزاراتهم، في وزراء ما رح يظهروا من وزاراتهم، حيصير في تمرد ببعض الوزارات، رايحين على أزمة سياسية قد يكون المشكل الأمني أهون منها. فإذا صار في فرض لحكومة أمر واقع، قالك أداء بندر بن سلطان، بس لأقول هالنقطة ايه لا رجعين على بندر بن سلطان، خلينا شوي بنقطة كثير مهمة كمان نحكى عنها، وهلا حضرتك تفضلت فيها، هي عملية وزراء ما بيسلموا وزاراتهم. صحيح. تمرد دستوري شو؟ حلو. انه ما كثير مؤيد انا الموضوع، بريء منه، بس هذا واقع عم بيهددوا فيه، انه اذا بكره هذا مش جبران بيصير، وزير ثاني ما بعرف، يمكن حسين الحاج حسن فرضا ما بده يسلم وزارة الزراعة،
شو اللي بده يبعث له الدرك تمام سلام يظهروه مثلا؟ ما الدولة انتهت، الدولة عم مش عم تنتهي، انتهت من زمان. الدولة بحاجة لإعادة تأسيس كهيكل، كل الهيكل بده إعادة تأسيس، إعادة اختراع كمان. ف ممكن يصير هذا التمرد. شو عم يعمل وليد جنبلاط؟ وليد بيك جنبلاط شو عم يعمل؟ وليد جنبلاط صار محمس أكثر هلأ أنه يعمل حكومة بعد ما شاف بعض المعطيات الإعلامية والميدانية بسوريا أنه فعلاً بتأثر على يعني بتأثر سلباً على الوضع العام للنظام السوري. الحكومة بندرية وكثير ربط اسم التصرف يعني أو القلبة، ما بدنا نسميه قلبة، مش قلبة كاملة يعني، هيك جس النبض اللي عم يعمله نائب وليد جنبلاط يعني رجعت راجع عنه، قال أنه مربوط عضوياً وعملياً ببندر بن سلطان، بوعود بندر بن سلطان. هلأ بندر بن سلطان فايت بمغامرة جديدة بسوريا. هلأ هو قائد المحور 14 أدار اللبناني والإقليمي اسمه بندر بن سلطان، هو الوكيل يلي بيروح بيحكي باسم الكل، مش باسم الكل، صفته بممثل الكل أو زعيم عليهم مع الأمريكان مع الروس مع كل العالم. هلأ عم يعمل مغامرة جديدة بسوريا، والخوف هو أنه يعمل مغامرة مشابهة بلبنان من خلال الحكومة. هو تجربته الأخيرة بلبنان هي تجربة سيئة، تجربة بتفرجي كيف بيفكر هذا الزلمة، تجربة وصلت البلد على ميني حرب أهلية، تجربة ميليشيات تيار المستقبل 2006 و2007. بسوريا حاليا بندر بن سلطان السعودية تدعم القاعدة بشكل مباشر، ما عم بحكي بناء على هيك حكي، عم بحكي بناء على معلومات من مصادر موثوقة ومصادر تشتغل بسوريا موجودة على الأرض وحتى من المعارضة السورية. السعودية تدعم القاعدة بسوريا لهالدرجة، واصل بمغامرته إنه ما عنده مشكلة يتعامل بعدين مع تبعات دعم القاعدة. المهم عنده حاليا هو تحقيق تقدم ميداني للمعارضة بهدف الإسقاط السياسي لبشار الأسد. فاللي عم يغامر هالقد بسوريا لهالدرجة، عم بيحاول يعني يوصل النزاع بسوريا إلى ذروته الطائفية والمذهبية، عم يعمل المستحيل من أجل تحقيق تقدم ميداني، وما عم تفرق معه لا نازحين ولا العلاقات بين المكونات السورية، إن كانت طائفية أو مذهبية أو مناطقية أو عادي أو عشائرية أو ناس عاديين أو أفراد، يعني ما عم يعمل حساب لأي خط عودي بسوريا وبالمنطقة. ما عنده مشكلة طولة على المنطقة، ما عنده مشكلة الأردن يتأثر أمنه مستقبلا، والعراق كل يوم في تفجيرات وكل شهر في حوالي 700 شهيد بتفجيرات. حدا هالقد عقله مش بس مغامر، عقله إجرامي. كل هول عم يعملوا بندر بن سلطان، هو الغطاء لكل شيء عم بيصير بالمنطقة من الطرف المعادي لمحور المقاومة. هو السيدة بأمر يعني مش تصرف يعني شخصي، بأمر أمريكاني أوروبي. هو وكيل يعني هلأ السعودية هي الوكيل للأمريكان والأوروبيين طبعا والإسرائيليين أكيد. اللي عنده عقل هالقد مغامر وهالقد إجرامي، ما حدا بيضمن أنه ما يعمل هيك شيء بلبنان، يعني ما يروح على مغامرة حكومية بلبنان. نرجع للنائب وليد جنبلاط، أخذت المعارضة مطار منغ بشمال حلب بعد ما انسحب منه الجيش السوري، فاتوا ارتكبوا جرائم بريف اللاذقية، اعتبر طلعوا صوروا شيء قالوا انه مخزن سلاح بالألمون. اعتبر النائب وليد جنبلاط انه وضع النظام السوري يتراجع وانه ما يعد به بندر بن سلطان يتحقق، فطلع عمل هذا التصريح، زائد انه اصدقائه السوريين المعارضين السوريين بس ما كان الوزير وائل ابو فعور عامل جولاته؟ بلا طبعا. وكانوا عم يسمعوا من بندر بن سلطان ومن غيره من المسؤولين السعوديين وعود بقرب حصول تغيير ميداني بسوريا لصالح المعارضة، وأنه عم يشتغلوا بكل ما أوتوا من قوة ومن يبذلوا كل شيء لإسقاط مدينة حلب،
بايد المعارضه السوريه، ان الاحياء اللي لا تسيطر عليها المعارضه يرجعوا ياخذوها، عم يعملوا المستحيل ليوصلوا ليحققوا هذا الهدف. عم يسمع هذا الشيء كل المسؤولين اللبنانيين اللي عم يلتقوا مسؤولين سعوديين. ف اجت قصه المطار وقصه ريف اللاذقيه وبعض الاشياء الثانيه اللي قد تكون في جزء منها اعلامي ما له اي تاثير ميداني كبير. لتخلي النائب وليد جنبلاط، يعني اضافه لهالشيء في رئيس الجمهوريه اللي صار خايف انه يخلص عهده وما في حكومه، في الرئيس تمام سلام اللي صار خايف انه بعدين حدا يجي يقول له انه نشكرك خلص خلصت المهمه قبل ما يالف حكومه. هودي كل العوامل خلت النائب وليد جنبلاط يقول اللي قاله. طيب معقول بعد يرجع يغير؟ هو رجع عمليا غير، يعني التصريح الثاني اللي طلع اخف، كان اوكي كان اخف مخفف صحيح. وغير هيك حتى بالكواليس السياسيه، يعني لما طرحوا عليه تيار المستقبل من خلال عطله العيد شافوا ناس من عند النائب وليد جنبلاط وبلغون القرار الرسمي انه لن نشارك في حكومه يشارك فيها حزب الله، كانت ردة فعل النائب وليد جنبلاط هيك شوي عنيفة، يعني مش عنيفة يعني بس انه حادة انه لوين اخذين البلد وبدكم تخربوا البلد. كان معاكس لتصريحه لوكالة الشرطة. بحسب متابعتك في حكومة قريبا ولا لا؟ انه اذا ما بده يغامر بندر بن سلطان، لا اذا ما بده ينقل مغامرته على، واذا قرر ينقل المغامرة بلشت في حكومة، بس مش حكومه قائمه، حكومه تصريف اعمال، حكومه ازمه سياسيه بالبلد. يقابلها تمرد وزاري في بعض، تمرد وزاري او اشياء ثانيه، مش ضروري تمرد وزاري يعني، بس هذه من الخيارات المطروحه او الخيارات اللي عم بيهدد فيها. بس مش شيء امني، ما بتوقع يكون انت في شيء امني. استبعدت الحل الامني، بستبعد انه يصير في تحرك امني من قبل حزب الله. نعم، خلينا ننتقل مباشره الى وزاره الداخليه وزميل رامز القاضي. صباح الخير رامز. صباح الخير سمر، لك وضيفي تفضل. يعني كان منذ قليل انتهى الاجتماع ما بين نائب مدير الاستخبارات التركية مع وزير الداخلية اللبناني مروان شربل هنا في وزارة الداخلية، وللبحث في قضية الطيارين التركيين المخطوفين، إضافة إلى ملف مخطوفي أعزاز. الضيف التركي، الضيف الأمني التركي، خرج من دون الإدلاء بأي تصريح، وهو من الذي كان قد وصل نائب مدير الاستخبارات التركية عبد الرحمن بولجوك مساء أمس إلى بيروت مع وفد عسكري تركي رفيع المستوى من أجل متابعة هذه القضية. في هذا الاجتماع يعني بحثت هذه القضية بشكل أساس، ومن المنتظر أن تشكل هذه الزيارة دفع أساسي في قضية المخطوفين التركيين من أجل ربما وضع جميع الأوراق على طاولة المفاوضات، يعني من أجل تحريك هذا الملف وتسريع، من أجل تسهيل هذه الخطوات لإطلاق سراح الطيارين التركيين، إضافة أيضا إلى ملف مخطوفي أعزاز الذي يربط بشكل أساسي بهذه المسألة. بالنسبة سمر إلى أهالي المخطوفين في أعزاز، كانوا قد أعلنوا أنهم سيعلنون موقفهم بعيد انتهاء هذا الاجتماع، ولكن الضيف الأمني التركي خرج من دون الإدلاء بتصريح، وعلمنا أنه سيلتقي أيضا بعض الشخصيات الأمنية التي تتابع هذا الملف عن قرب في الساعات المقبلة. نعم. لم يصدر أي بيان رسمي عن وزارة الداخلية، ولم يشأ الوزير مروان شربل أيضا الإدلاء بأي تصريح، حفاظا ربما على هذه المفاوضات أو هذه الاتصالات مع الجهة التركية. سمر، شكرا لك زميل رامز القاضي، حدثتنا مباشرة من وزارة الداخلية. فصل إعلاني قصير مشاهدينا، نعود بعد ونتابع. برحب فيكم من جديد مشاهدينا، واتابع الحوار مع ضيفي الاستاذ حسن علي. اهلا وسهلا فيك من جديد استاذ حسن. في كثير امور نحكي فيها بس الوقت عم يخنقنا، يعني كان فينا نحكي بالحكومه وبالسياسه باراء كل الاطراف فتره طويله، ولكن الوقت لعبه الوقت. خلينا نحكي نحن وياك شوي بموضوع اللبوني يلي اعطيتوه حيز مهم بصحيفه الاخبار، وتحدثتوا عن كمين، وتحدثتوا عن عمليه استدراج لهذه الفرقة النخبة بين هلالين بجيش العدو الإسرائيلي، و طلع الإسرائيلي قال أنه كان متخوف من عملية أسر
يحضر لها حزب الله لجنوده. أول سؤال بيتبادر على الذهن إنه معقول حزب الله يرجع يأسر جنود ويفوتنا بحرب تانية؟ هلا اللي بيقتنع إنه حزب الله فوتنا بحرب أولى ممكن يقول بفوتنا بحرب تانية وبيطلع بيحكي مثل الرئيس فؤاد السنيورة ومثل الدكتور سمير جعجع. معقول حزب الله يأسر جنود؟ إذا فاتوا جنود إسرائيليين على لبنان على الأراضي اللبنانية ممكن يأسرون، ممكن يقتلون، ممكن يجرحون، يبعثون، يعني كل الخيارات مطروحة. المقاومة لم تعد تقيم أي اعتبار ولو شكلي لل 1701 مش من هلا. ليه مع انه موقع عليه؟ مش من هلا، ما في شيء اسمه موقع عليه، وافقت عليه يوم هلا انه بعد وقف الحرب بس. علما انه خلينا نقول بعد ما وصلنا لتطبيق لوقف اطلاق نار. صحيح. وصلنا نحن بعدنا بطور وقف العمليات العسكريه. صحيح. يعني عمليا الحرب مفتوحه بعد. صحيح صحيح، بعد الحرب قائمه. فالمقاومه لا تقيم اي اعتبار لل 1701 مش من هلا، من اكثر من سنه منذ ان اعلنت انه خلال قيام صدر بيان عن المقاومه الاسلاميه وما مش عن حزب الله، بيحكي عن الدوريه اللي لقت تعبوات واجهزه تجسس على الخط السلكي. ف وبتعرف المقاومه مثل ما بيعرفوا بعض جزء كبير من اللبنانيين انه لا اليونيفل ولا القرار السياسي اللبناني هو ما يحمي لبنان من العدوان الاسرائيلي، انه الشيء الوحيد اللي بيحمي لبنان من العدوان الاسرائيلي هو المقاومه. بناء على هذا الشيء اللي كثير واضح وكثير بسيط، لن تقف المقاومه امام اي عائق شكلي مرتبط بوجود اليونيفيل او عدم وجوده او وجود 1701 او بغضب بان كي مون او عدمه. ستزرع العبوات وتقيم الكمائن اينما كان من اجل منع الاسرائيليين من انه يفوتوا على لبنان. الاسرائيليين بفوتوا على لبنان مش من هلا، بفوتوا عبوات، بفوتوا على الشط اللبناني، على الجيه، على جبال، على كل المناطق، على الهري بيجوا دوريات اسرائيليه بتحط عبوات، بتحط اجهزه، بتحط خطوط تليفون، بتحط مصاري للعملاء. بيكون في ناس بدها، في يكون عملاء بدهم ياخذوا. بيعملوا هذا الشيء، بيعملوا انزالات على الشط ليظهروا عملاء من لبنان. هذا الشيء صار ومثبت عند القضاء اللبناني وعند الاجهزه الامنيه. حيث تستطيع المقاومة أن تنصب كمائن وأن تزرع عبوات بدها تعمل هذا الشيء. ما توفقت كثير المقاومة بهذا الكمين تبع اللبونة؟ هلا هون بصراحة ما عم بيقولوا الشباب إذا إنه جماعة المقاومة إذا هن تعمدوا يكون الإصابات هالقد قليلة بس عم بوجهوا رسالة أو لا. فعلا طبيعة الأرض هي اللي خلت العبوة، يعني طبيعة كثير صعبة هونيك لأنه شجرية وفي أنفاق وفي خنادق، خلتها ما كثير تعطي مفعول. صحيح. يعني خلت أنه العبوات أنه ما كثير يتوفقوا فيهم للدورية. بس هي عملية الاستدراج مش هينة يعني. أكيد هي جزء، هي هيك فينا نقول أنصارية صغيرة يعني اللي صار باللبونة. الأكيد أنه الإسرائيليين كانوا يسكوا هذا الطريق أكثر من مرة، يعني مش انه ليش ما اخذت هذه العمليه وهجه وحقها؟ يعني اليوم ما سمعنا طرف طلع انتقد الا يمكن باولو سيرا طلع حكي عن عمليه او انتقاد عمليه او ادانه عمليه الخرق من قبل. صحيح. الجنود الاسرائيليين رئيس فؤاد السنيورة كمان اللبناني طلب الامم المتحده بتنبيه اسرائيل. بس عم تقولي ما في حدا انتقد؟ عم لك بلا، في الرئيس السنيورة طلب الامم المتحده وطلب الدوله اللبنانيه باخطار الجامعه العربيه باللي صار، خبروا الجامعه العربيه باللي صار. طيب لبوه ما اخذت حقها لسبب ثاني كمان. الاسرائيليين يمكن من سنين ما مارق عندهم عمليه تعتيم اعلامي بقرار طبعا من الرقابه العسكريه، ممنوع ينذكر اي تفصيل عن هذا الموضوع لدرجه انه احد الاطباء انه عم يحكي معه على تلفزيون اسرائيلي عن حاله الجرحى الاسرائيليين، قال لهم اسالوا الناطق العسكري، يعني حتى حاله الجرحى اذا حرجي او مش حرجي ما بيقدر يعطي، منعوا الاعلام انه يحكي عنها. اللي كتبته الاخبار طلعوا، يعني استعملته الصحافه الاسرائيليه اللي كتبوا زميل ابراهيم الامين،
استخدمته الصحافة الإسرائيلية، بس أي معلومة من داخل إسرائيل لم تصدر. طيب. وفي إسرائيل في التزام تام من وسائل الإعلام بموجب القانون بما تقرره الرقابة العسكرية، يعني خلص حتى بيقولوا لهم شو بدهم يحكوا، مش بس بملفات بقضايا عسكرية. من فترة كتب زميلنا يحيى دبوق تقرير، كان تقرير لازم ينشاف عن الرقابة العسكرية الإسرائيلية والناطق العسكري كيف بيتدخل بوسائل الإعلام مش بقضايا عسكرية وأمنية، بفوت بيقول لهم هلأ هذا الأسبوع ركزوا على 1 2 3، بيطلعوا كل وسائل الإعلام الإسرائيلية مركزين على نفس العنوان وبينسبوها لحالهم أنه هذا تحليلهم الخاص. بكتلوا حادث اللبوة وكل مندرجاته. هلا اذا حكينا بنعمل مشكله مع الجيش تفضل. بعد مش مفهوم لحد هلا، وما طلع الجيش اللبناني خبرنا ليش، مع كل تقديرنا للدور اللي عم يعمله البقاع الشمالي، ليش مخابرات البقاع عم يعملوا كانوا شيخ صلح بين بيت المقداد واهل عرسال. في مطلوب للعداله اسمه رئيس بلديه عرسال، وفي ناس من بيت المقداد خاطفين ناس من عرسال جايين عم يعملوا تبادل للرهائن بقلب عند مخابرات الجيش. من هون يعني كان مفروض رئيس بلدية عرسال ما يطلع من مركز المخابرات لأنه مطلوب، كان مفروض يتوقف أحداً. بس هلأ في ريزون ديتا بدي اعترف بالموضوع أنه الجيش اللبناني عم بيعمل جهد مع رئيس بلدية عرسال لتخفيف التوتر بالمنطقة. أوكي يستقبلوا بس وعملية توقيفه هلا ممكن انه تعمل ازمه كبيره وترجع تعمل، بس يحترموا الشكل مش اكثر، يعني يحترموا الشكل وما يطلعوا علني يعني بس انه يكذبوا على العالم مش اكثر، بس مش مطلوب اكثر من هيك. اللي صار باللبونه كثير منيح انه رئيس بلديه عرسال باللبوه اللي صار باللبوه عفوا اصابته كانت بس هالقد، لانه كان يعني التوتر القائم حاليا بين عرسال وجيرانا كان حيرتفع الى مستوى غير مسبوق. ما كان حدا بيقدر يتوقع شو ممكن يصير يعني التوتر. بس اليوم صار في جهه واضحه، في جهه واضحه سمت حالها مجموعه الشهداء الاربعه وطلعوا مع زميلتنا رشا الكرم وحكيوا يلي عندهم وعبروا تعبير كثير واضح انه هيدي مش اول مره، مش اول كمين كان ولا رح يكون اخر كمين، وبدهم يقتلوه. صحيح. يعني هي كلام واضح ربطاً طبعا اكيد كل واحد عنده غايته، يمكن في 1000 شخص عنده ثار على رئيس بلديه عرسال، ولكن هودي ناس عبروا عن حالهم بكثير صراحه. اذا حطينا على جنب، صعب نحطه على جنب، ملف استشهاد العسكريين بجرود عرسال يلي القضاء العسكري اتهم علي الحجير رئيس بلديه عرسال بالمشاركه فيه او بالضلوع بالجريمه، بموضوع الشباب الأربعة يلي استشهدوا بجرود راس بعلبك اللي هني من بيت أمهز ومن بيت جعفر، التحقيقات اللي عملوها الجيش اللبناني لم تثبت أنه رئيس البلدية وابنه لهم علاقة بالجريمة. تحدد مين هني، يعني توقف شخص من فترة من حوالي أسبوعين أو أقل شوي متهم أو مشتبه فيه بتفجير عبوات ناسفة حد حاجز للجيش على مدخل الهرمل عبوتين. هيدا اللي توقف اعترف وقال مين هن اللي نفذوا جريمة قتل الشباب الأربعة يعني الشاب التركي اللبناني والشباب الثلاثة اللي من بيت جعفر ومن بيت أمهز، حدد مين هن اللي قتلون. هلا يعني بالآخر مش أنا المحقق ومش شغلتي اكشف عنهم، بس إنه أهل عرسال حكيوا عنهم حتى ببيان رسمي للي نفذوا الجريمة. لحد هلا يمكن هذا الحكي يعني برايك بيت جعفر وامهز رايحين على الاتجاه الخطا باستهداف رئيس بلديه عرسال؟ حسب المعلومات اللي عم تطلع من التحقيق انه ايه ما له علاقه رئيس بلديه عرسال بهالجريمه تحديدا. قد يكون عنده 100 قصه ثانيه اصلا. هو وجوده بهيدي الوقاحه يطلع يخبرنا انه هو بيسيطر على الحدود من الزبداني للقصير وهيك، كل ما حدا يقول له مرحبا بالدوله اللبنانيه. بس في غطاء سياسي واضح، اول اتصال كان من دوله الرئيس الحريري، النائبين عاصم عراجي مفدين باسم 14 اذار وجبال الجراح طلعوا هنوب السلامه داخل عرسال. هنوب السلامه يعني لازم كلنا نهنيه بالسلامه، في كلام واضح. لا
انه قصدي فيه بس بالسياسه في غطاء عليه حتى لو انه متهم بالمشاركه بقتل ضابط وعسكري من الجيش اللبناني، في غطاء واضح عليه لرئيس بلديه عرسال وممنوع توقيفه، حتى بغض النظر عن انه الجيش اللبناني اخذ قرار يفتح علاقه معه لرئيس بلديه عرسال بهدف تخفيف التوتر بالقاع الشمالي. بغض النظر عن هذا الشيء، في قبل هذا الشيء في قرار سياسي من تيار المستقبل بمنع المس برئيس بلديه عرسال. انا اللي عم اقوله يعني بعرف هذا الحكي مزعج، ولكن رئيس بلديه عرسال حسب التحقيقات اللي عم بيقوم فيها الجيش اللبناني لحد هلا ما له علاقه بقتل الشباب الاربعه. يعني وهذا الموضوع الجيش لازم يحسمه بقى، لازم يطلع يكشف التحقيقات يلي عنده اياها. يمكن يكون انا غلطان بس حسب اللي عرفته لحد امبارح بالليل انه رئيس بلديه عرسال مش هو المرتبط بقتل الشباب الاربعه، اللي مرتبطين فيها هن مجموعه من عرسال ومجموعه سوريه، واعلنوا اهل عرسال ومنهم رئيس البلديه ببيان رسمي عن جزء من الاسماء. نعم، على كل حال هيدي متروكه عند المؤسسه العسكريه، هي بتعرف كيف تقرر وهي بتعرف اي متى تدلل. حتى لنختم نختم ببيت الاخبار الداخلي فينا، سؤال على السريع نقول له صباح الخير لزميلنا غسان سعود، مش معنا على التليفون بس نقول له صباح الخير. بس شو عم يصير معكم الاخبار؟ كل عرس لكم قرص وخاصه غسان. وبارح مثلا مقاله امبارح عملت خضه عن سمير وستريدا جعجع، وليش؟ ليش لا؟ هو الفكره انه في لا في عادي بالاعلام اللبناني انه في قضايا ما حدا بيعرف ليش الكل مقررين ما حدا يحكي عنها. ليش ملزمين فيها غسان؟ لا مش غسان، هو كل الجريده انه كل الجريده من اول ما بلشت لهلا هي جريده مثيره للجدل، مش تقليديه، وبعتقد لو انها مثل الجرايد الثانيه ما كان لها طعم ساعتها، فيها شيء مختلف عن الباقيين. بدون بغض النظر عن التقييم يعني، بس انه فيها شيء مختلف كثير. غسان هو قد يكون الاكثر مشاغبه ويمكن معنف حسب ايه المحلل النفسي انطوانيت جعجع، ف المزوقين كثير بالقوات، مصرين القوات يذكرونا دائما انه بتاريخهم شو بتاريخهم، بس انه هيدا رأيهم يعني، ومن حقهم انه يدافعوا. مزبوط. عن هيدا ما انا شو عن هيدا الموضوع. مصرين يذكرونا دائما بتاريخهم. شو تاريخهم؟ فالمهم تاريخهم من اسرائيل لبور جوني، هيدا تاريخهم. شو خص هلا الموضوع بهيدي الخبريه يعني؟ شو خص هذا الموضوع؟ انا عندي ذاكره انتقائيه ومصر نقي اللي بدي اياه من التاريخ واطبع القوات بهيدي النظره اللي عندي اياها عنه. فيش حريه وديمقراطيه بالبلد. بلا اكيد. أوكي. اكيد. طيب فالمهم غسان قد يكون الاكثر موهبه بهذا الشغل، موهوب بهذا الموضوع بطريقه كتابته باسوته اوقات بكميه الفوضى. طيب. بكل شيء في كميه قضايا مرفوعه على الاخبار وعلى غسان سعود بالتحديد، يمكن اكثر كميه قضايا ولا بيتقسمها هو واستاذ ابراهيم الاخير؟ هو ابراهيم وانت شو؟ لا ماشي الحال. طيب كم وحده خسرته؟ كثار والله، خسرنا كثير. بالاخر القانون اللبناني هو قانون كثير سيء، قانون يمنع القدح والذنب السياسيين، ما بعرف ليش. يعني هذا الشيء لانه بجزنهم، لانه القدح والذنب فيهم. طبعا هن عندهم حصانه على الكلام وفين يطلعوا يسبونا ويبهدلونا ونحن كاعلاميين بجروك على التحقيق. ايه انه ايام الله يطول بعمره باسم المر. فالمهم عندنا مشكلة بالقانون، عندنا مشكلة بحصانة الصحفيين، عندنا مشكلة بكون الإعلام بشكل عام مع بعض الاستثناءات هو واحد من أزرع النظام السياسي اللبناني. كلهم على بعضهم هو بيخلوا إنه وسائل في تواطؤ بين الطبقة السياسية ووسائل الإعلام، وأحيانا بعض وسائل الإعلام تتلقى أوامر من الطبقة السياسية، هذا بيجوز حكيه وهذا ما بيجوز حكيه. في سقف حطته الطبقة الحاكمة بلبنان من قبل العشرينات. لا مش مثلا بنتلقى اوامر من حدا، ما عندنا سقف. طيب ليش بيقولوا انه انتم صحيفه حزب رسمينه. الله؟ نحن اكيد مش صحيفه حزب الله، نحن نطمح لان نكون صحيفه المقاومه. وهذا معنينا من اول يوم.
عم نفتش هلا. ما في تمويل ايراني؟ فينا ناكد نقول يا ريت. ف هيدي هي انه بنقول الاشياء مثل ما هي، فبس تقولي الاشياء مثل ما هي بتتعرضي اكثر لانك تتلاحقي وتروحي على القضاء، يعني مثل ما صار بموضوع يمكن في انا كنت ضده حتى برنامج الفساد، طلع يسمي الامور مثل ما هي بده يروح على القضاء، مثل المره اللي صار بينكم وبين وزير العدل. بس تتسمى الامور مثل ما هي بدك تروحي على القضاء بلبنان بكل بساطه. القانون والاعلام هن جزء من تركيبه النظام الحاكم بلبنان منذ ما قبل قيام الدوله اللبنانيه. على كل حال هذا ما بيمنع انه صحيفه الاخبار اصبحت من الصحف الاولى اذا لم تكن الاولى في لبنان، وان شاء الله على طول بتضلوا بهالتألق والنجاح. 7 سنين ان شاء الله، 700 سنه لقدام اكيد ما بتضل انت رئيس المحليات. وطبعا نرجع بنبارك للبنان بالانتصار وبذكرى 14 اب، وان شاء الله نضل هيك دائما فخورين بالانتصارات يلي عم تتسطر، حتى لو كان نرجع نقول حتى لو كان في عليا انقسام، ولكن بالنهايه هذه هي انتصارات تسجل للتاريخ اذا مش لنا لاولادنا واولاد اولادنا. مشاهدينا انا بدي اشكر مشاركتكم وحضوركم لهذه الحلقه. استاذ حسن علي اهلا وسهلا فيك وشكرا لحضورك والى اللقاء.